لما نطلع انت عارفه ايوه لازم لا مش هيسيبني. هنثير الجدل يلا بشكل كبير جدا، موضوع غايه في الحساسيه وانا هفتحه لان ايه كل من هب ودب بيفتحه. طيب عمر كمال متابعتي القصه؟ ايوه. يعني عمر كمال واعتراضه، يا جماعه الناس بتقول لي الصداقات اللي انا بطلعها دي حرام، وانا بفكر نفسي حد يطلع يقول لي هي حلال ولا حرام. تمام. مع ام ضد؟ مع ام ضد؟ مع ام ضد الصداقات اللي هو بيطلعها؟ لا لا ملناش دعوه، احنا مش اهل للدين ولا فتوى للدين، بس انا النهارده ومن امبارح بالليل تابعت كميه اعلاميين بيطلعوا على منصات وناس موجوده على السوشيال ميديا طالعين يستنكروا. طبعا اهل الفتوى قالوا ان حرام، انت طلبت راينا فحلال ولا حرام؟ حرام. تطلع ولا ما تطلعش دي بتاعتك، بس انت طلبت الفتوى. بصراحة أنا شايفة إن دي حاجات بتبقى بينه وبين ربنا، وهو بيطلع صدقة دي دي بتاعتي يعني مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا. صح. وشايفة إنه يعني حتى لو كله اجتمع إنه لأ ده حرام، معرفش حرام ليه برضو. أنا مش يعني مش عالمة في الدين عشان أقدر إن أنا أفسر حاجة زي كده. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا. حلو الكلام. واحنا ايش عرفنا ان هو شريرا؟ لا مش شريرا، بس يعني هو الراجل بيطلع صوت. هندخل في قصه تانية، احنا مش اهل الفتوى زي ما انت قلتي، بس اهل الفتوى قالوا حرام. انا بس بستنكر نقطه يعني بعيدا عن ان احنا نخوض في هذه التفاصيل، ولكن انا هخوض في نقطه مهمه جدا. انا بشوف ان كل واحد بيتكلم في تخصصه الا في الدين الكل بيتكلم فيه، وكانه بيستبيح عرض الدين، وكانها ماده كل واحد بياخدها على هواه، وكل واحد بيقول اراءه الشخصيه بدون النظر الى الاحكام الشرعيه. دي نقطه مهمه جدا لازم ان احنا ناخد بالنا بيها. طلع او ما تطلعش دي بتاع ربنا. معلش الرقصات راقص الراقصين يعني بيطلعوا عادي. اللي يطلع يطلع. بصي من هذا اللي يطلع يطلع، بينك وبين ربنا احنا مالناش دعوه بيه. زي مثلا انت جيتي قلتي لي والله انا دخلت اصلي وانا مش متوضيه، شرعا لا تقبل ليكي صلاه. بس بينك وبين ربنا بقى، يقبلها ما يقبلهاش انا مش دعوه. بس لما تيجي تكلميني تقولي لي حلال ولا حرام هقول لك لا. لا ماشي، اصل دي انت يعني صلاه بدون وضوء ما وكذلك برضه يعني. بعض انا بديكي مثال، ولكن هنتكلم في موضوع ان دي صدقه تقبل حلال ولا حرام. ده ربنا لوحده اللي يقدر يقول. ولكن الحرام بين، الحلال بين، والحرام بين. بس الموضوع ده لا طبعا مش كده ولا كده، عشان خاطر نبقى واضحين وكلير. الامر واضح لما نيجي ناخد فتوى بناخدها من اهل الفتوى ونسمعها. يعني يكرهوا الراجل انه يطلع صدقه؟ ما يكرهش، بس ما تطلع صدقه بدل ما احنا نعمل كده. انا مش عايز اخد او اقلب الموضوع ديني بحت، ولكن انا بناقش نقطه مهمه جدا جدا جدا. في حين الفتوى نسمع الفتوى من اهل الفتوى ولا نتناقش فيها. العلاقه ما بين الشخص وربه دي ما بينه هو وربه، انا ماليش دعوه بيها. بس انت جاي تسالني تقول لي الدين بيقول ايه، فانا بقول لك الدين بيقول كذا. شكرا، اعمل بقى اللي انت عايزه. شكرا وشكرا عمر كمان.